أينما وليت قلبك فثمة وجه واحد للسعادة. إسعادهم وإعادة الأمل إلى حياتهم. يسعدنا كثيراً أن نبني لمدرستكم 3 فصول وأن نكون جزءاً من قصة نجاحكم بلقيس. فرحة يعني في حياتي اعتبر اليوم يعني ما قد عبر يعني العناء بالدموع الصدق. قصص أكثر، فرح أكبر في الموسم الثاني من برنامجكم حيث الإنسان.